السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومات بسيطة تفيدك عند تعبئة البنزين للسيارة. أول، لا تحاول تلبس أي المبوق من هذا، إنما البسها اللي هو العامل. اثنين، دائما الدفع، دائما الدفع بيكون عن طريق البطاقة. هذا أضمن لك من انتقال الفيروس. يكون فالتالي طبعا هو يحط المبلغ بعد تسجيل البطاقة كده في الطريقة كده انتهى الحساب. وقايتكم أمنكم سلامتكم مهمة بالنسبة لنا. حبنا وتقديرنا لكم. نعود بحلقة.